في اخبار نادي الزمالك خليني ابتدي معاكم بخبر له علاقه طبعا بتجديد اوباما وجنش وشيكابالا، وهي خطوه من الخطوات اللي انا شايفها خطوه جيده جدا الحقيقه. فكره انه اوقع او اجدد تعاقداتي مع اللاعبين واظبط التوقعات بتاعتهم واجدد للناس بتاعتي دي حاجه عظيمه جدا. 39 مليون جنيه ده الرقم المدفوع علشان التجديد لرباعي نادي الزمالك، الرباعي ده اللي هو شيكابالا، جنش، اوباما، واحمد فتوح. كل واحد فيهم يستاهل ويستحق ان يكون متواجدا في نادي الزمالك. شيكابالا يعني ما فيش خلاف ولا اختلاف عليه، يعني راجل. شيكابالا بالنسبه لي هو مثال للاعب الذي يعشق وينتمي بلا شروط. ف يعني حط شيكابالا كده بس على جنب قبل اي حاجه ليها علاقه بالقصه ديت، لان شيكابالا اي حاجه تستاهل فيه، اي حاجه تدفع فيه يستاهلها. مش علشان انت بتقيمه النهارده، لا لا لا، عشان انت بتقيم درجه انتماء الراجل ده وعطائه خلال السنين اللي فاتت. في فلوس، ما فيش فلوس، هو موجود، ودي بقت واضح ان هي بقت عمله نادره الحقيقه، يعني في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه. طيب جنش وشيكابالا التجديد بتاعهم كل واحد فيهم 10 مليون في السنه، مع تحمل الثنائي للضرايب، كل واحد فيهم اتحمل ضرايبه يعني. فتوح 7 مليون، اوباما 12 مليون، تكلفه الرباعي كده 39 مليون جنيه. ده فيما يتعلق بالرباعي وتجديده، واللي هيبقوا اكيد يدوا حاله من حالات الاستقرار والاستمراريه او الهدوء في الجزئيه ديت. طيب خليني اقول لكم خبر مهم جدا، انه هناك عرضا اماراتيا لزيزو. هذا العرض يصل قيمته ل 2 مليون يورو، عرضا اماراتيا من احد الانديه المهمه الكبرى في الامارات لزيزو، قدره 2 مليون يورو، وده رقم كبير حقيقه. يعني زي ما هو في عرض ايضا لفرجاني ساسي من احد الانديه القطريه وصل ل 60 مليون جنيه، يعني 3 مليون يورو. ارقام كبيره اللي بتتحط في اللعيبه، ارقام كبيره جدا، واختبار صعب. يعني خليني اقول لكم اختبار صعب، وهو الاختبار اللي بيتحط فيه كل لعيب ما بين فكره الاحتراف ولا الانتماء، الأزمة بتاعت كل موسم واللي بنقعد نتكلم فيها. فالله أعلم كل واحد هيبقى قراره إزاي، إنما الخبر المجرد هو الخبر اللي أنا بأضعه قدام حضراتكم، إن هناك عرض كبير لزيزو.